هو قاعد الانسان على المستوى التعليمي نتاعها قاعد يخالف الشارع الضوئي الحمراء، يترك في الشارع الضوئي الحمراء، عدم التزام بالقوانين قواعد المرور، قاعدين يخالفوا فيها كذا. ولكن لو نثبت وجودنا واحد، انت كيف تلقى مثلا عدد معين ناس من الناس ما تاخذش ما تطبقش القواعد، لكن تلقى الجزء الثاني يطبق. ومره اثنين كذا واحد، وعمل المرور عمل نصيحه، ما هوش عارف كابره قانون المرور قانون النصيحه، كلها مجرد نصيحه، تواجد المرور يكون نصيحه الاكثر والاقل كذا. في مخالفات جميع الوحدات تطبق المخالفات وفي خلاص عقوبات، لكن كلها عقوبات ماليه، لان الحجز لا تملك الحجز، ما عندكش مستودعات انت كذا وما عندك كذا، ولكن كغرامات ماليه عقوبات تنفذ كل الوحدات السبع وحدات الموجودين يتبع القسم بالكامل تنفذ فيه. ما سيبناش المكان بتاعنا بالازمات بكل شيء، احنا قاعدين موجودين وثابتين وجودنا، وما نقدرش نقول انا قاعد اقول الراي العام وشوف على الطبيعه كلنا موجودين القوه بالكامل، مع العلم احنا عملنا كامل استقبال الضيوف وتوديع الضيوف الاحتفالات مباريات الكوره وتنظيم حركه السير واحد وقدام المدارس خلال 24 ساعه مع تحقيق الحوادث، هذا كله يخص امن المرور، هذا كله نادوا فيه وموجودين واضحين على الشارع.